لكم صباح النقاء مشاهدينا الكرام الذي لا تشوبه شائبة ولا تزعزعه شاردة أو واردة. ما زلنا معكم في قهوة الصباح، وانتقالتنا القادمة ستكون من مجمع الاستوديوهات الرقمية بمحافظة مسقط إلى محافظة شمال الباطنة، وتحديدا إلى ولاية صحار. مفردات الجمال حقيقة في موسم الشتاء ينقلها لنا الزميل منصور بن ناصر السعدي من هناك. فصباحات الخير لك منصور، ومباشرة كيف تبدو الأجواء من هناك؟ صباح الخير أستاذ سيف والأستاذة حوراء، تحية أيضا لكل زملائنا هناك في الاستوديو، تحية أيضا لكل المشاهدين لبرنامج قهوة الصباح. اليوم نتحدث إن شاء الله عن فعاليات شتاء صحار التي انطلقت في 21 من هذا الشهر، وتستمر بمشيئة الله تعالى حتى 4 من الشهر القادم. تأتي ضمن الحراك النشط خلال هذه الأيام في محافظة شمال الباطنة. الكل يتذكر مهرجان صحار الذي استمر لمدة شهر، بعده كان أيضا مهرجان السويق، وبعد ذلك أيضا كان مهرجان شناص الذي احتفل باختتامه أمس، وفي نفس اليوم تم أيضا الاحتفال بافتتاح المهرجان البحري لمحافظة شمال الباطنة. هذا المهرجان أو هذه الفعاليات هنا في شمال الباطنة شتاء صحار الذي يستقطب الجمهور من كل مكان هنا في سوق صحار، وقد تم اختيار هذه المواقع بناء على دراسات مستفيضة من قبل اللجان المشكلة هنا في محافظة شمال الباطنة من أجل تحريك هذه الأماكن وتنشيطها، سواء كان هنا في هذا السوق الذي يعتبر من الأسواق الجميلة بحكم البناء المستمد من قلعة صحار التاريخية والمباني القديمة، ولذلك كان من الضروري تحريك مثل هذه الأماكن وتنشيطها. لذلك تم اختيار هذه المواقع لإقامة المهرجانات وجذب الجماهير إليها. هذا المهرجان أو بالأحرى فعاليات شتاء صحار متنوعة بزخمها بفعالياتها، من فعاليات ثقافية تسويقية ترويجية، كذلك أيضا المسرح، كذلك أيضا الأطفال. لمزيد من التفاصيل حول هذه الفعاليات يسرني أن يكون معي في هذا اللقاء الشيخ أحمد بن محمد البلوشي، وهو نائب والي صحار ورئيس اللجنة الرئيسية لفعاليات شتاء صحار. شيخ صباح الخير، ودعنا نعطي المشاهد الكريم فكرة شاملة عن شتاء صحار وما يحتويه من فعاليات تلبي طموحات كافة الجماهير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحييكم والمشاهدين عبر الشاشة. طبعا نظرا لما يتمتع به سوق صحار من إرث تاريخي متنوع بين الثقافي والتجاري، أتت الرغبة الحقيقية من المجتمع المحلي والمؤسسي في إحياء هذا الإرث التاريخي، والذي نظمنا من خلال فعاليات شتاء صحار، والذي أتت في هذا الوقت الطيب والجميل. تنوعت طبعا الفعاليات من خلال بعض الفعاليات، هناك أيضا في استغلال مساحات السوق توجد مساحات خارجية، ونظرا للأجواء الجميلة الآن تم استغلال هذه المساحات من خلال الأسر المنتجة وإعطائهم أيضا الفرصة للتواجد في هذا السوق لعمل حراك وإحياء هذا السوق، ليكون أيضا محطة من محطات مهرجانات ولاية صحار. الأمر الآخر أيضا هناك زاوية أخرى يتمتع فيها المسرح من خلال المنابر الأدبية والثقافية المتنوعة، أمسيات شعرية، أيضا محاضرات ثقافية، أيضا الجانب التاريخي الذي تتميز بولاية صحار، أعدت بعض المحاضرات لتعريف المتابع أيضا والحضور عن تاريخ ولاية صحار والإرث المرتبط بها. فهذه جوانب أيضا مهمة للنشأ لتعريفهم عن الحضارة العمانية وبالتحديد عن ولاية صحار. أيضا هناك أيضا المسرح المتعلق بالأطفال، تعرف الطفل دائما بحاجة لعملية جذب، فكانت هناك أيضا مسابقات
للأطفال، تنوعت فيها بعض الأسئلة التاريخية، المعالم في ولاية صحار، حاولنا التركيز على تعريف هذه الأطفال عن بعض المواقع من خلال الأسئلة التي تم إعدادها لهذه النشأ، أيضا مواضيع تتعلق بقلعة صحار وهذه الجوانب الأخرى، وذلك ارتباطا بإرث هذا السوق اللي الكل طبعا يدرك تاريخ سوق صحار، وخلال ارتباطه بأهم الأسواق العربية سابق منها سوق عكاظ، سوق صحار، فهذه يعني تاريخ يجب أن يتعرف عليه النشأ والمتابع. شيخ، ماذا عن فعاليات الأخرى الخاصة بمثلا الأسر المنتجة، كذلك الزاوية التسويقية في هذا الشتاء صحار؟ طبعا بالنسبة للأسر المنتجة كان أهم التركيز عليهم لاستغلال المساحات الخارجية للسوق، مساحات جميلة، مساحات يعني في الأجواء الرائعة أيضا الباردة الآن، هناك تنسيق مع الفرق الخيرية لأيضا تنشيط هذا الجانب مع الأسر المنتجة من خلال تعاون بين فريق تكافل الخيري وأيضا الفرق الأخرى، من خلال أيضا التعاون مع هذه الأسر والتسويق لهم مع بعض الجوانب الأخرى. كل الشكر والتقدير لك شيخ أحمد بن محمد البلوشي، نائب والي صحار وأيضا رئيس اللجنة الرئيسية لهذا لفعاليات شتاء صحار. أيضا نود أن نستقرئ حركة الجمهور هنا في شتاء صحار في هذه الفعاليات، ربما من خلال أيضا لقائنا بالأخ محمد بن خصيب الرشدي أي المشارك أيضا كأحد أعضاء هذه اللجنة، من خلال تواجدكم اليومي في شتاء صحار في هذه الفعاليات، كيف رأيتم مدى تفاعل الجمهور ليس فقط من ولاية صحار، بل حسب ما سمعت هناك أيضا جمهور يأتي من الولايات المجاورة بل حتى من المحافظات الأخرى؟ أولا رحب بكم يا أستاذ منصور في سوق صحار. الحقيقة في الأيام الماضية صار هناك إقبال ما شاء الله يعني من الولايات والمجاورة وحتى من الدول المجاورة حقيقة، يعني فتراوح المتوسط تقريبا من 300 إلى 400 زائر يوميا، وهذا يعتمد على الإجازات الرسمية وكذلك أيضا بعض السواح الحمد لله رب العالمين. هذا ما نود يعني نعطي الإحصائية الدقيقة يعني اللي هي الإحصائية اللي هي يعني الدقيقة، ما إنها متوفرة بشكل جيد، لكن الحمد لله رب العالمين إقبال يعني جيد جدا. إذن هناك تفاعل كثير من قبل جمهور من صحار ولايات المجاورة، ربما ذكرت أيضا أنت من قبل حتى أيضا الدول الخليجية التي تأتي إلى سلطنة عمان تحديدا إلى مثل هذه المهرجانات. نعم أستاذ منصور، نعم في خاصة في الثلاث أيام الأولى كان في إقبال حقيقة من الدول المجاورة وإقبال من الجاليات العربية خاصة، وفي جاليات إيرانية ولله الحمد، وفي بعض من الصدف أن شاركونا جالية إيرانية في معرض مبسط معنا في فرع بسيط هنا معنا. نعم. إذن طيب ماذا عن بعض الأجنحة هنا، كيف رأيتم مدى فائدة أيضا أو كيف تشعرون فائدة هؤلاء المشاركون لا سيما في الأسر المنتجة، باعتبار أن مثل هذه المهرجانات أو هذه الفعاليات تمثل لهم منفى تسويقي؟ الوقت اللي صار فيه المهرجان صار وقت يعني أنا أشوفه أنه وقت جميل، بما معناه أنه فيه إجازة نصف سنوية للطلاب، فهذه العائلات استغلت هذه الإجازة والحقيقة في استفادة جيدة من ضمن الأسر المنتجة. كذلك الفرع الثاني اللي هي المؤسسات الصغيرة اللي استهدفنا فيها الشباب طبعا المبتدئ، ولله الحمد يعني استفادة جيدة. كذلك الرواد من أطفال استفادوا من خلال المسابقات ومن خلال الهدايا المعروضة لهم.
كل الشكر والتوفيق والتقدير لكم أخي محمد بن خصيب الرشدي على هذا اللقاء وعلى هذا أيضا التوضيح. أيضا هكذا هي فعاليات شتاء صحار مستمرة حتى الرابع من الشهر القادم بكل هذا الزخم من أنواع الفعاليات التي تستهدف كافة أفراد الأسرة العمانية هنا في سوق ولاية صحار. الآن نعود إلى زملائنا في الأستوديو لمواصلة ما تبقى من فقرات برنامج قهوة الصباح. نعم الزميل العزيز منصور بن ناصر السعدي، شكرا لك وشكرا كذلك لضيوفك اللي كانوا كنت معنا من محافظة شمال الباطنة وتحديدا من ولاية صحار، وحديث جميل حول فعاليات شتاء صحار من هناك. احنا ما زلنا معكم في قهوة الصباح، المشوار الصباحي ما يزال مستمر ومتواصل مشاهدينا الكرام. القادم سيكون مع الفقرة القانونية حقوق، فخلوكم معنا.